لسيطرة من تخضع العاصمة البوروندية بوجمبورا. ففي الوقت الذي أكد فيه قادة الانقلاب في البلاد سيطرتهم على معظم أنحاء العاصمة، غدا إعلان الجنرال غودفروا نيومبار البارز في الجيش إقالته للرئيس بيير نكورونزيزا، أشارت أطراف في أركان القوات المسلحة إلى أن محاولة الانقلاب فشلت. وفي تنزانيا، حيث تعقد قمة لإيجاد حل للأزمة التي تعصف ببوروندي، بدأ مقعد الرئيس بيير نكورونزيزا فارغا. الدول المشاركة في القمة على يقين بأن الانقلاب لا يحل مشاكل بوروندي. لا نقبل الانقلاب وندينه بشدة وندعو لعودة النظام الدستوري في هذا البلد، قال الرئيس التنزاني. الرئيس البوروندي أطلق تغريدة من حسابه الشخصي دعا فيها المواطنين إلى التزام الهدوء في مواجهة الفوضى وأن الوضع تحت السيطرة. وقتل أكثر من 20 شخصا وجرح العشرات منذ أواخر نيسان أبريل في المظاهرة المناهضة لترشح كورونزيزا لعهدة رئاسية ثالثة.